مجمع سبرينغ لايفينغ قصر يافي يعتبر من أضخم مجمعات منطقة بليتلي مدينة طرابزون. المجمع عبارة عن 23 برج تقريبا، من بينهم يمر نهر اصطناعي موزعة إلى قسمين أطراف النهر، هي ثلاث مراحل، المرحلة الأولى انتهت والمرحلة الثانية بيمين النهر، والمرحلة الثالثة اللي متواجدين اللي بنصور فيها شقتنا لهذا اليوم. من الخدمات اللي موجودة داخل المجمع، موجود عندنا زي ما قلت لكم جلسات عائلية أطراف النهر، وعندنا مسجد بداخل المجمع، وصالة رياضية ومسبح مغلق، بالإضافة إلى بقالة صغيرة أو ميني ماركت على مدخل المجمع، وأيضاً مسطحات خضراء وكاميرات مراقبة، بالإضافة إلى بوابة إلكترونية 24 ساعة على مدار الأسبوع، وأيضاً أماكن خاصة للجلسات العائلية بمنتزه مع مكان خاص بالشوي الباربيكيو. يعني يعتبر مجمع متكامل، والحاجة المميزة أنه واصل لها الغاز الطبيعي للمنطقة. المشروع يقع في منطقة بليتلي، منطقة بليتلي غنية عن التعريف أنها مقابل المطار، مسافة تقريبا 3 دقائق وإحنا إلى مطار طرابزون، والمسافة بين الموقع ومول الفورم 5 دقائق، والميدان تقريبا 10 دقائق. موقع مميز جدا للجميع. تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل الشقة وإطلالتها المميزة، خلوكم معنا. وصلنا الدور الرابع يا جماعة الخير، شقة 3 غرف صالة مساحتها 186 متر مربع، في كل دور موجود شقتين. الشقة هذه جاية على إطلالة الطبيعة. أول ما دخلنا الشقة عندنا منطقة الكوريدور زي ما تشايفين، يميننا على طول يمين مدخل الشقة عندنا دورة مياه أولى بنظام أفرنجي، حاطين يعني مش حاطين النظام العربي زي أغلبية الشقق، يعني مساحتها جيدة. موجود فيه المغسلة، مغسلة كبيرة وكلوزد، وأيضا ما ننسى موجود المرش اللي هو الشطافات. نجي المنطقة هذه، منطقة خاصة بدولاب الأحذية والعبيات، يعني نقدر نحط دولاب مخصص في المكان هذا، مرتبينه بهذا الشكل. أرضيات الكوريدور سيراميك، نوعية جيدة ومساحتها ممتازة، يعني أغلبية الشقق نشوف تكون ضيقة الكوريدورات، بس المساحة هذه تكون في الشقة هذه جيدة. نجي هنا على الغرفة رقم 1، الغرفة هذه مساحتها نقدر نقول أنه 3.5×4 تقريبا، جاي على شكل مربع مستطيل، لها مخرج البلكونة وإطلالتها على الطبيعة، نشرح لكم هي من جهة الصالة. وما ننسى أيضا أنه موجود التدفئة في كل أنحاء الشقة، في الكوريدورات حتى لو تلاحظوا موجودة في الغرف وحتى في المطبخ، نلاحظ أنه التدفئة موجودة. بجوار الغرفة الأولى عندنا المطبخ، شوفوا مساحة المطبخ والدواليب اللي راكبة فيها، نظام ممتاز وكوالتي جيد، جاي على قسمين، قسم الجهة هذه والقسم الآخر مكان الفرن والثلاجة في القسم هذا. التدفئة موجودة، وعندنا التمديدات الخاصة بالكهرباء موجودة في أنحاء المطبخ. بجوار المطبخ نجي على الصالة، الشقة الموجودة في المجمع هذا تفصيلها واحد، انه جاي مساحات مختلفة، التفصيل او بلان توزيع الشقق نفس البلان. الصالة مدخلها جاي من هذا الجهة، مساحتها ممتازة
نقدر نقول 30 متر مربع مساحة الصالة، التدفئة المركزية موزعة وإطلالتها جاية إطلالة الطبيعة، الزجاج الفرنسي للنوافذ أنه إطلالة أمامية وإطلالة جانبية. والشيء المميز الخصوصية في هذا الشقة أنه الواحد يأخذ راحته بالإطلالة ويكون بعيد عن الكشف. تعالوا مع بعض نشوف إطلالة البلكونة. زي ما شرحت لكم سابقا في الغرفة الأولى أنه البلكونة هذه مشتركة بين الغرفة الأولى والمطبخ والصالة. مساحة البلكونة ممتازة، ما نقدر نقول أنها صغيرة، تعتبر كبيرة وجيدة، جاية مترين في تقريبا 5 أمتار أو 6، ومزود أيضا بالزجاج الشرايح، عازل للصوت والحرارة أيضا، وإطلالتها الرائعة، إطلالة جانبية على البحر وإطلالة أمامية على الطبيعة وعلى الخضار. ما ننسى أيضا أنه المنطقة واصل لها الغاز الطبيعي، يعني تمديدات الغاز أو مكان تركيب جهاز الكومبي راح يكون هنا، والمنطقة واصل لها الغاز الطبيعي، هذا يعتبر من مميزات المنطقة. نكمل مع بعض نشوف باقي تفاصيل الغرف. طلعنا من البلكونة نشوف تفاصيل باقي الغرف من جهة الصالة. بجوار الصالة هنا عندنا الغرفة رقم 2، مساحتها نقدر نقول مشابهة للغرفة رقم 1، ولها التمديدات أو التدفئة المركزية موجودة في كل الغرف، ومساحتها تقريبا جاية 3.5 × 4. نطلع من الغرفة رقم 2 نشوف الحمام الرئيسي التابع للشقة، دورة مياه متكاملة من مغسلة واسعة ومكان خاص بغسلات الملابس والتدفئة والكلوزيت، وخلف الباب أيضا جاي المروش. دورة المياه كلها مزودة بالشطافات، برضو حاجة مميزة موجودة في هذا الشقة. نشوف أخيرا غرفة الماستر. غرفة الماستر بالفعل مساحة أكبر من غرفتين السابقة، مساحتها ممتازة، إطلالتها جاية إطلالة جانبية على المجمع وعلى الطبيعة، مكان خاص بالسرير، وعندنا إطلالة المجمع إطلالة جميلة ورائعة. وبجوارها عندنا غرفة خاصة أو منطقة خاصة بالدريسنج روم، منطقة خاصة بغرفة تغيير الملابس، تقدر نحط دواليب خاصة أو أرفف مميزة للدريسنج روم، ومنها نتوجه إلى دورة المياه الخاصة بغرفة الماستر. دورة مياه متكاملة، مروش وكلوزيت، ومنها مخرج الطوارئ. مخرج الطوارئ هذا نقدر نستبعده أو نلغيه، هذا شيء اختياري للعميل. كذا أعطيتكم تفاصيل كاملة عن الشقة، 3 غرف صالة، مساحة 168 متر مربع في مجمع كسر يابي. أرجو لكم الفيديو نال على إعجابكم. في نهاية الفيديو أرجو كل المحتوى أعجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار تجدونها في صندوق الوصف أسفل الفيديو، ولا تنسوا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب بروج العقارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.